اليوم نشهد ملتقى جهوي على مستوى ولاية برج بعريريج، يضم 4 ولايات مجاورة، هي ولاية سطيف، ولاية مسيلة، ولاية ميلا، وولاية جيجل. موضوع الملتقى هو عملية التحسيس والاستباقية لمجابهة خطر حرائق الغابات. هذا الخطر الذي أصبح هاجسا وطنيا، حيث أن حرائق الغابات تتلف سنويا آلاف الهكتارات عبر التراب الوطني، رغم أن نسبة التغطية الوطنية هي لا تتجاوز 1.74% من الغطاء النباتي، يعني هي نسبة ضئيلة جدا. موازاة نحن رانا نخدموا في عملية التسجير طيلة السنة، يعني باش نطوروا هذا، نوسعوا الثروة الوطنية الغابية، إلا أن هذا هاجس الحرائق يتابعنا، يعني كل سنة راه يجري ورانا. درك هذا اليوم إن شاء الله رانا في عملية التحسيس تحت إشراف السيد الوالي والولاية والسيد المدير العام للغابات، طبقا للاستراتيجية التي أصدرها السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، فيما يخص استراتيجية استباقية لمجابهة حرائق الغابات. هذه يعني العنصر الأساسي في هذه الاستراتيجية هو جانب المجتمع المدني والجمعيات وكل أطياف المواطنين، يعني عبر عملية التحسيس لكي تكون يعني عملية إنذار مبكرة وعملية تدخل يعني أيضا مبكرة، كما شاهدنا يعني مثال على ذلك، مثال الحي شاهدنا يعني نهاية الأسبوع الماضي على مستوى بلدية بن داود، وين اندلع حريق حوالي الساعة 8 مساء، وكانت هبة يعني هبة فعلية من طرف المواطنين، حوالي 200 شاب اللي كانوا جاوا لمكان الحريق وتمكنوا من إخماد الحريق في زمنه، يعني احنا نتقدم لهم يعني بالشكر الجزيل، ويعني بارك الله فيهم على هذا التدخل. هذا هو الهدف نتاعنا، يعني تمكنوا من تحسيس كامل المواطنين، كامل الجمعيات، الكشافة المدنية، الشباب، التلاميذ، كامل الأطياف، يعني باش يعرفوا باللي هذه الثروة راهي ملك ليهم، ملك للمواطنين، ما راهيش ملك القطاع وما راهيش ملك الدولة، راهي ملك كامل المواطنين، والمحافظة عليها تتطلب تضافر جهود كل المواطنين، يعني وباش نطوروا المساحة الخضراء اللي كانت عندنا قبل الاستعمار، يعني كانت عندنا مساحات تتجاوز تفوت 16 مليون هكتار، اليوم أصبحت لا تتجاوز 4 مليون هكتار، يعني هذا يتطلب منا مجهودات جبارة باش نعاودوا نحيوا هذاك النظام البيئي الغابي اللي رانا نشاهدوا اليوم الكوارث اللي راهي تصرى عبر العالم نتيجة للتعرية والتعديات على الثروات الغابية عبر العالم، مما أثر سلبا على المناخ، لأنها كان علاقة مباشرة بين الشجرة والمناخ. إذن هذا الكوارث تاع الحرائق ونتاع الفيضانات ونتاع الرياح ونتاع الزلازل كلها راهي مرتبطة في نظام بيئي متناسق. إذن إلا خربنا نظام البيئي الغابي، يعني ننتظر كوارث لا قدر الله لا تحمد عقباها.